قلبي واه يا دراعي. ما انت دراعك يا حبيبتي، وريني في ايه دراعك. هي على رجليكي صحيح كده؟ يا دراعي. معلش يا حبيبتي يا ألفت، معلش اسمها برضو اختك يا روحي. معلش معلش معلش. تعالي يا ألفت قولي لي، هي عملت فيكي كده من غير سبب؟ ايوه يا بابا من غير سبب. معلش يا حبيبتي حقك عليا. تعالي هنا يا ملعونه يا قلبتي الادب. انا مش منبه عليكي 100 مره ما تمديش ايدك على اختك. ابدا والنبي بابا ما عملتش لها حاجه. دي بتقول لي كمان انت مش اخت، انت بنت راجل تاني. انا قلت لك كده يا كدابه وبتشتميني كمان قدام بابا. معلش ربنا يسامحك. ايه ده يا بنتي بتشتميها قدامي؟ خلاص انا مخصمك ومش هحبك. خبر يا بابا، وحياتك انت هي اللي عملت فيا كده، وربنا شاهد يسقط اللي بيدك. يظهر ان سلوى علشان حاسه انها بنتك والفت مش بنتك تدلع عليها شويه. تدلع يعني ايه؟ دي لازم تتربى، ولا فيش حاجه اسمها بنتك وبنتي، دول اخوات. يلا يا بنت بوسي راس اختك وقولي حقك عليا. ابدا يا بابا انا اللي حقي عليك. وبعدين وياكي، انت هترجعي للكذب تاني؟ ابدا يا بابا انا ما بكذبش. اسمعي، المبادي انا هسامحك، لكن لو كذبت مره تانيه همرص ودانك واقطع لسانك. حقك عليا يا ابني. يلا خشوا البسوا علشان نروح على البيت. ودلوقتي بقى العبوا مع بعض، اوعوا تتخانقوا تاني. ها بعدين بقى في البنت دي يظهر انها مش هتيجي الا بالضرب. لا 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 يا عبد الرحمن بلاش ضرب يا اخي، انا جايبه لهم كل واحده باكو شوكولاته عشان اصالحهم مع بعض. يلا يا ألفت عند اختي. لا هي لازم تيجي هنا. يا سلام عليك يا عبد الرحمن يا اخي، ما تدقش، انا بنفسي هخش اصالحها وطبطب عليها. يلا يا ألفت عند اختي. يا سلام عليكي وعلى نبل اخلاقك يا سعاد. ايه مالك ملويه وعامله لي اماسك؟ يا سلام، فاكره روحك بني ادم يا بضوبه الدم؟ معلش كتر خير. يا باي شوف البت ولسانها، اعوذ بالله. انا عارفه الموت اللي كان خد امك ما خدتيش انت ليه؟ تعالي يا ألفت، تعالي يا حبيبتي. يلا خدي كل الشوكولاته دي، يلا كل كل يا روحي. يا حبيبتي يلا خد، يلا خد اوان، خد يا روحي، يلا خد كمان يا روحي. انا خدي كده السنين ما خلصتش ولا حته، وصار الحته في لسانك اللي زي المبرد ده، يعني ما كرتيش شوكولاته هتموتي. طيب انا هقول للبابا يمكن عندي شوكولاته ويديني حته. ايه تعالي هنا، رايحه لفين؟ رايحه لبابا. ايه رايحه تعيطي له ولا تشتكي له؟ طيب يا اخي اتفضلي روحي. المره دي انا اللي هضمنها. لا مش كفايه الضرب عليها،
لازم تتحبس في الاوضه زي الكلبه وما تخرجش منها ومش هتتفسح معانا. اتت يا بابا بتظبطي. بصك راسي ما يبقاش لسانك اطول منك. يلا قدامي على الاوضه. انت ظالمين. بصي بصي قدامي. بصي بس بقى يا عبد الرحمن كفايه بقى مش كده. ما يبقاش قلبك ضعيف يا سعاد. دي بنت صغيره وما كنتش اربيها وهي صغيره مش هعرف اربيها لما تكبر. الحبسه دي هتخليها تعرف ان الله حق وما تكذبش تاني ابدا. يا رب انت عارف. بابا يا حبيبتي يا بابا لو كنت عايشه ما كان في حد يعمل فيا كده. حتى بابا كمان بيصدقهم ويكذبهم. انا ماليش حد في الدنيا بعد. مش قاعدالهم هنا. مش قاعدالهم. بتاعتي ليه حبت عين؟ عاوز اروح لبابا. عاوز اروح لبابا. تعالي انا اوديك لبابا. حاضر على عيني. بابا ايه السلسله الحلوه دي وصوره مين الاموره دي؟ بابا بس الاساور والحلقان. بس على الله ما يكونش سمك في ميه. عيب يا معلم جلاجل. هي ام علي تقع على المليان. تعالي يا اموره. بس انت اسمك ايه؟ سلوى. وابوك اسمه ايه؟ عبد الرحمن شكري. انت بنت عبد الرحمن شكري؟ ده المليونير بتاع مصر. حلو. دي احسن خبطه عملتيها في حياتك يا ام علي. خدي بقى العروسه الاموره وهاتي لها بستلي. انا مش عاوزه حاجه. عاوزه اروح لبابا. حاضر بطلي عياط وانا هوديك لبابا. تعالي يا اموره. تعالي يا حلو. دي مش جابت لنا جزء اساور. دي فتحت لنا كنز. تمام. العصفور ده مش هيخرج من القفص الا اذا دفعوا له دية 1000 جنيه. خدي بالك بقى من الامورة الصغيرة على بال ما تفاهم مع الراس الكبيرة. بينا دونجل. يلا يا معلم. انا عاوز اروح لبابا. الو. لا يا فندم هم بره. ما نعرفش يجوا الساعه كام. الو استنى يا فندم. ايوه يا فندم. الست جدعي. الو مين يا فندم؟ ها ما اقدرش اعرف ليه. طيب طيب استنى. عبد الرحمن. ايوه. تعالى في واحد عايزك ضروري. الو. شوف حضرتك من غير سعيده ولا سلام عليكم كلمتين ورد غطاهم. بنتك سلوى في قبضه ابنك مش هتشوفها بعينك الا اذا دفعت 1000 جنيه. بكرة الساعة 6 تكون واقف ومعاك الألف جنيه عند الراس السوداء. إذا تأخرت عن الميعاد أنت حر. وإذا بلغت البوليس قول على بنتك يا رحمن يا رحيم. ألو. 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 المفتاح. فين المفتاح؟ ادوني المفتاح. سلوى. 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 أنت إيه إيه مالك؟ إيه ده إيه؟ سلوى انسرقت. سلوى انسرقت. ازاي؟ منين عرفت؟ منين؟ هتقولي اللي كان بيكلمني بالتليفون قال لي انها بين ايديهم وما كنتش اروح بكره عند الراس السوداء ومعايا 1000 جنيه هيقتلوها. يقتلوها؟ وهتعمل ايه؟ هعمل ايه؟ هديهم ال 1000 جنيه. مش حاجه ال 1000 جنيه. في 60 داهيه ال 1000 جنيه. فده بنتي 1000 جنيه. طبعا مش 1000 جنيه و20000 جنيه كمان.
ان اذا بلغت البوليس هيقتلها. يقتلها؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ ليه وهي فارخه؟ هو معقول راجل عظيم زيك انت يتهكى من كلام فارغ زي ده؟ ثم اسمع، اذا اديت لهم النهارده الالف جنيه هيرجعوا لك البنت صح، ويرجعوا يخطفوها منك تاني ويطالبوك بألفين جنيه، يرجعوا لك البنت ويخطفوها تاني ويطالبوك ب5000 جنيه، وهي تبقى شغلانه. هم هيلاقوا فين راجل اغنى منك واطيب منك؟ فعلا امثال دول المحترفين الشغلانه دي لما بيتفقوا واحد ما بيسيبوش ابدا. لكن هعمل ايه؟ مضطر اديهم الالف جنيه ولو يتفقوني. انت حر، انا البنت صعبان عليا اكتر منك، لكن انا قلبي عليك دي جريمه، والجريمه لازم تاخد طريقها للعداله. ايوه العداله، بس فهميني بسرعه ازاي اوصل للعداله. انا فهمك، تدي خبر للبوليس يوظف كمين، تعمل نفسك انك بتسلمهم الفلوس، يروح البوليس قافشهم، تاخد انت بنتك وتخلص من شرهم. قلبك حاسس ان العملية دي هتنجح؟ طبعا هتنجح ضروري 100%، انا متأكدة. الو الو سنترال سنترال، من فضلك اديني محافظة. فكرك نبلغ البوليس دلوقتي ولا نفكر شوية بس؟ انا نفكر ليه يا اخي؟ مش لازم نضيع وقت، خلينا نكون ناس عمليين عشان نقدر نتلم على بنتنا. الو محافظة محافظة، من فضلك اديني اسم الرمز. هم قالوا لك الساعة كام؟ الساعة 6. الساعة 6. انتوا تقفوا ورا الشجرة دي، انت تعمل عابر سبيل وتدار ورا العربية، وانا هقف هنا، والفلوس هي شرط الهجوم. يلا كل واحد في محله. شايف الكمين اللي بتوظف؟ عملها برضه؟ يبقى عوضوا على الله في بنته بقى. وأظن ما يجوش بعد كده. والعمل هتتصاب؟ أفتكر مفيش فايدة في الانتظار أكتر من كده. والبنت؟ البنت هتتصاب؟ حضرتك تدينا أوصافها وإحنا نبلغ الأقسام ونعمل إجراءات اللازمة. اتفضل. يلا بينا. شكري، مين اللي بيتكلم؟ انا اللي انذرتك وقلت لك ما تبلغش البوليس، وانت خالفت اتفاقنا، يبقى عوضك على الله في بنتك يا حلو. الو ايه بيكلموك على البنت؟ البنت ما راحت خلاص يا اخويا بعد الشر، ما تقولش كده. قد ما دام انصرناك وخالفت، عوضك على الله في بنتك. عوضي على الله ببنتي. سيبي بابا دلوقتي، اصله متضايق شوية. هو هتعمل ايه؟ هتسكت على كده؟ مفيش فايدة، مفيش فايدة، مفيش فايدة. يوم بحاله طلع على
عشان تجيبي لي فردة حلق. شوفي شرارة جابت ايه. انا كمان طلعت روحي لحد ما لطشت. يا خبر يابا، انا مش لسه اول امبارح نطفلها الساعة 59 جنيه. انا مش اول امبارح، انا في النهاردة اللي فات مات. الراجل بتاع المنشية عملت فيه ايه؟ اقول لك الحق يابا، انا فضلت طول النهار الفت زي النحله ورا الراجل، والاخر طلع صاحب عيال وعياله مستحقين اللي معاه. وبعدين؟ وبعدين هقول. وبعدين ايه؟ راح فين الفلوس؟ ما راحتش. امال هي فين؟ انت طيب؟ اصل اقول لك الحقيقه يابا، انا صعب عليها الراجل، سبته ومشيت. صعب عليك البلا الازرق اللي يطلع على جتتك. بعد الشر. عامله لي احنا هنا حضرتك وصاحبه مروقه؟ جاتك البلا اللي يريحني من خلقتك يا شيخه. الشر ايه ده؟ هو الواحد عمره ما يعمل طيب ابدا ويرميه البحر؟ ما هي دي مش اول مره تعمليها. الواحد برضه لازم يخلي في عينه شويه مال ومش مره يرميه البحر. انت عاوز الحق يا فتيحه؟ انا زهقت وعايز اهج على مصر. ايه يا معلم؟ الحق يا معلم. لوزه ناويه تهرب وتروح على مصر؟ ايه؟ عايزه تهربي يا بنت؟ ابدا والله. اهرب ايه؟ امال يعني جاب الكلام ده من نافوكو؟ ابدا، ده انا بس كنت بجس اشوفه ناوي يهرب ولا لا. ولقيتيني ايه؟ لقيتك مغفل. ايه؟ لازم تفهم انك مش هتقدري تفلتي من ايدي ابدا وانت حي. انا ابوك، انا شقيان في تربيتك وشقيان في تعليمك، وكن في علمك لو رحت الهند ولا السند انا وراك، ويا ويلك لو خرجت عن طاعتي. هو في بنت تخرج عن طاعة ابوها ابدا؟ طب يلا اجري سراحة. حاضر. يلا شرارة. نعم. خلص اللي في ايدك وروح اسرح انت الاخرى. ها خلص الاول اللي في ايدك ده. ايه يا خول؟ هاتها لي جوه. على بكوس. عاوز ايه يا بنت؟ انت ريم بشتري لنا منك خلاص. عاوز ايه ده؟ عايز هديكم ب 500 بتوع النهارده. يلا يلا انا 500 بس.
احنا ازاي افوت على حسنيه؟ الدريم تعالى. اما حته صيده ايه ده اللي على اليمين، محفظه ورمه فيها يجي 1000 جنيه. فين اجيب؟ في القلب، وبقالي ساعه لف وراهم ويظهر انهم راقبني. طب سيبهم لي دونجر تقع عجلك. باخده امريكان يا معلم. اوكي. اهلا. وده بقى اللي سرق 3 مرات. اللي ما كبرتش الحكايه واحنا الكراكون، انا في كبر وبقويه. انا كنت هروح في داهيه 100% لولا اللعبه بتاعتكم. مين فيكم الحادق اللي فكر في الفكره دي؟ انا. ومش بس كده، حلو علقت لك المحفظه كمان. ايه ده؟ برافو عليك يا لولا. صحيح انت بنت جليجل وتربيه جليجل. ابيعها لغايه كام؟ لغايه 50 جنيه بعيد. وعندك عدلي خليل احسن صايغ يتمم بما يرضي الله. تمام؟ ايوه. شدي حيلك، اوعى ترجعي وايدك فاضيه. السائل اسمه ايه؟ عدلي خليل. انت عايز ايه؟ متشكره قوي. عفوا يا فندم، مع السلامه. الكريم اللي فضل. وحشاني موت. انت جايه منين؟ جايه من السره. البريمو ال 200 جنيه. كنت بتعملي ايه في السره؟ كنت ببيع الاسوره. خساره ليه؟ اعمل ايه؟ اجره البيت علينا بقالها 4 اشهر، والبنت في المستشفى لازم تعمل عمليه. البريمو يا ست مش عايزين. طب اقفلي الشنطه احسن مفتوح. كده قوي. ايدك بعتها بكام؟ ب 52 جنيه. فين هم؟ ما جبتهمش. ما جبتهمش ازاي؟ طلعت غلبانه ومحجوزه على بيتها وبنتها عيانه في المستشفى. عيطتبه باللي يلمك ويلم جتتك. ليه فاتحينها ملجا ولا مستشفى؟ كل يوم ده عيان، دي مسكينه، ده عنده ولاد. انت فاهمه روحكم المحسنين ولا عامله فنجريه؟ لا مو المحسنين ولا فنجريه، انما الواحد لازم يخلي في قلبه شويه رحمه وبعينه شويه نظر. لا ده انت بقيت بجحه قوي. بجحه ايه يابا؟ هو انت ما بتشبعش؟ انا مش لسه بتشلك محفظه فيها يجي 200 جنيه. ايه؟ بتقري على رزقنا؟ معرفش، ما اقدرش اشوف واحدة بتبيع اسورتها عشان تعالج بنتها وتسد الحجز اللي عليها واقوم انا اسرقها. ده حرام، حرام يا اخي. حرمت عليك عيشتك. هو ايه؟ انت فاهم ان انا بربيك علشان تاكلي وتشربي بس؟ لا، انت لازم تشتغلي، لازم تشتغلي، لازم تجيبي فلوس، فاهمة؟ فلوس، فلوس. ايه ده؟ مش كمان العذاب اللي ربنا هيعذبوني، انت كمان تعذبني، كمان عذاب في الدنيا وعذاب في الاخره. انا مش هسرق بعد كده واعمل فيا اللي انت عاوزه. مش حسره، مش حسره. بتقولي يا بت؟ بقولك مش حسره، مش حسره. روح اشتكي للبوليس. انا هحبسك، انا هديك المر بالمعلقه، انا هقطع من جتتك حته حته. انت فاهمه؟ هموتك. انا خيجل فاهمه؟ انا خيجل، انا خيجل، انا خيجل فاهمه؟ خيجل خيجل. معلش يا طولي بالك، استحملي. هنعمل ايه؟ اسمتنا كده. مش قادرة، مش قادرة. انا خلاص زهقت من العيشة دي. كفاية بقى عذاب ومرمطة. هنفضل طول عمرنا خايفين من البوليس، وخايفين من ضميرنا، وخايفين من غضب ربنا. احنا ليه ما نهربش ونخلص نفسنا من الجحيم اللي عايشين فيه؟ نهرب؟ هربتي قبل كده مرتين وبرضه جالك.
وما نابت من الهرب غير الضرب والأذية. ده شيطان مش بني آدم يا لولو. يعني مش هتهربي معايا يا شرارة؟ بلاش دول برضو أهلنا ولادي من الواحد. أبدا ربنا ما يرضاش إننا نسكت على الحاكم إن كان ظالم ولا نطاوع الأهل إن كانوا خارجين عن طاعة الله. والله عندك حق. يعني خلاص هتهربي معايا؟ خلاص هعرف معاك. بس هنروح فين؟ عند أم علي. آه والله هي اللي كانت معششة علينا ومن يوم ما فاتتنا ومشيت وإحنا شاربين المر ليل ونهار. بس هنعرف عنوانها منين؟ أنا كاتبة عنوانها في ورقة ومخبيها معايا برضو لليوم ده. خلاص يا شرارة خلاص. عشان يا صبايا ودهن في قلب سهيل.
وروقان شهد النيل. عشان يا بابا يا ولايتي قلب تميل، وبلادي غالية عليا ملهاش في الدنيا مثيل. عشان يا بابا يا ولايتي قلب تميل. الظلم ده كان له حكاية من سنة واتنين ويايا، الظلم ده كان له حكاية من سنة واتنين ويايا، وديني لقيت له نهاية على يد شباب الجيل. عشان يا بابا يا ولادي قلب تميل، وبلادي غالية عليا ملهاش في الدنيا مثيل. عشان يا بابا يا ولادي قلب تميل، ولقيت لي قلب سبيل، ولقيت لي قلب سبيل، ولقيت لي قلب سبيل. انا ما بقاش جنيه جنيه ما كنتش اجيبها من تحت تغطيه الارض واوريها نجوم الطهر، وهتشوفي هعمل فيك ايه عشان انت عارفه هي فين ومش عايزه تقولي. ما تقولي يا شراره، ما تجيبيش لنفسك الاذيه. حاول ايه بس، انا مش عارفه طريقها فين. انت بقك قايلان انا عارفه مطرحها فين، بس هي مألفات. ايه ده يا شراره؟ يعني كويس كده، قول ايه دلوقتي؟ حاجة واحدة بس اللي تقوليها، راحت فين؟ وزبطلتي نكرة وديني هشرب من دمك وهقطعك حتت. اطلعي اتكلمي، راحت فين؟ عاملين عصبة عليا انتوا الاثنين، ها؟ اطلعي راحت فين؟ راحت مصر عند أم علي. عند أم علي؟ أروح مصر أنا يا معلم أجرها لك على ما لو الشهر. لا، أنا هروح بنفسي ويويلها مني. ايه يا اسطى ده انت عم مش تفتح؟ يا خبر اسود، انت جرالك حاجه اتعورتي؟ واللي جاي كمان جاي تسالني ده انا هوديك في داهيه. وتوديني في داهيه ليه؟ تاذيني ليه؟ تعطليني؟ مش الحمد لله جت سليمه. سليمه ازاي؟ رجليها انجزعت. يا ست ما تتنيل تتجزع، يهمنا ايه هي رجلينا؟ والعمل دلوقتي؟ يعني اعرج ما امشيش ولا اقعد ما امشيش؟ وعلى العموم انت حره، تعرجي ما تمشيش، تقعدي ما تمشيش. بقى اسمع بقى، انا الظهر مش هيخلصك من ايدي الا الكراكون. يا نهار اسود، وعلى ايه الكراكون؟ تعالي معايا انا اوصلك. الا قوليلي انت رايحه فين؟ رايحه عند ام علي. اي ام علي والسلام، ولا لازم ام علي مخصوصه؟ ام علي اللي في السيده نفيسه في شارع التمام. طب اتفضلي اما اوصلك يا بركه دعواتك الصالحه يا ماما. اتفضلي. انت مجنون يا جدع انت، ولا شكلك كده؟ لا انا شكلي كده. وبتضحك على ايه؟ لا بضحك على نكته ما كنتش عارفها. نكته؟ نكته ايه؟ فكرتيني نكته ايه؟ اقول لك يا ستي نكته ايه. مره واحد جزماجي بنى عمار، وبعدين واحد راح يسكن في شقه من الشقق، قام لقى الاوض ضيقين، فبيقول له الاوض ضيقين ليه؟ قال له لما هتمشي فيها يومين ثلاثه هتوصل. الحمد لله يا شيخ اللي ضحكت احسن، انا كنت زعلان اول زعلي. انت يهمك ايه من ضحك ولا من زعلي؟ يهمني لما تضحكي، بحس انك مش زعلانه مني وكل اللي بينا انتهى، ولما بتبوزي بحس ان لسه في كراكون وسين وجيم، والسين والجيم ناقصهم نون يبقوا سجن، يعني اس جي ان. يا ساتر يا رب، ربنا يكفينا شر السجن. الا قولي لي انت، قلتي لي ام علي ساكنه فين؟ شارع السماح نمره 8 بالسيده لفيس. انت عمرك ما رحتيش هناك؟ ابدا. ولا انا. ادي نمرة 8. ايه؟ ايوه من حضرتك ست ام علي موجودة؟ ايوه. الحمد لله يا ست، ده احنا وصلنا بس ان شاء الله نلاقيها موجودة. واسلمك ليها يدا بيد واقول لك اقعدي بالعكس. انت ما بعتلهاش جواب ولا حاجة تقول لها انك جاي؟ ابدا، والنبي انا جيت على غفلة. اتفضلوا.
يعني الكلام ما يبقاش كده على الباب. اتفضل. فعلا قله ادب. اتفضل على الباب. وده خلص بركه دعواتك يا ماما. مش البيت ده اللي فيه المجنون؟ ايوه هو ده. الله، البيت ده يظهر له باب ثاني من شارع الصناعة. ايوه ليه باب ثاني اهو. يبقى لازم نعمل احتياطاتنا وقبل ما نطلع نبعت نجيب حد يقف على الباب التالي. والله واخد ذلك. هو المجنون اسمه ايه بالظبط؟ اسمه غير معروف لاحد، والاشاره اللي جت اهي. مجنون خطر، مقيم بالمنزل رقم 7 حاره الشرفة، وسكانه غائبون، واوصافه جسم معتدل يميل الى الامتلاء، وفم واسع، وعلامته المميزه انه يرتدي قميص مقلم. دكتور شوشو علي. لا ده انا اقصد يعني الست ام علي موجوده. الله طبعا موجوده، انا بهزر. الله يخليك. طب يا ست قديمه العيد طلبك، انا هنزل بقى عشان مستعجل. اخفى عليك. ايه؟ ودي تيجي تخش البيت وتخرج من غير ما تشرب فنجان قهوه؟ والله بلاش القهوه دي يا اخ علشان انا اتاخرت. طب وتربه ابويا اللي ما حلفش بيها باطل ما انت خارج من هنا لما تشرب؟ اتفضل. خلاص بقى الراجل حلو. ايوه بس القهوه دي بتاخد معاك كتير يا اخ. مش هتاخد كتير. طب اعمل معروف. اوعى. عندي هنا كل شيء جاهز. القهوة في ترمس، والشاي في ترمس، والمية في ترمس. على عينك يا تاجر. واللي ما يشتري يتفرج، وطز في اللي ما يقولش طز. أوامك وحياة والدك أحسن. خلاص القهوة أهي. يخرب بيتك، اخرج في السكة ازاي دلوقتي؟ هو انت يا اخي اللي استعجلتني؟ استعجلتك يا ولد، استعجلتك يا مستعجل يا حصلك. ما تزعلش. امال ازعلني ازاي؟ انا عليا غسيل. الله يخليك. وتفضل. ادي قميص تلبسه تروح بيه، وبكره تيجي تلاقي قميصك مكسور جاي. اوعى يا عم، ده انا لو لبسته قولوا عليا الحمار المخاط. هنعمل ايه بقى؟ الظروف جت كده. انا والله مكسوفه خالص، اللي حصل ده كله من تحت راسي. واول ما تيجي خالص ام علي انا هحصل لك القميص ده. خد يا ست الله يخرب بيت ام علي. اتفضلي مفاتيح العربيه اهو. تعالى لما اشوف فيها. ليه؟ وجيه قوي، احسن من بتاعك انت. لو ما كنتش عزيز عليا ما كنتش لبسته لك، خصوصا القميص ده انا عمري ما ارضى البسه لحد ابدا. يا اخي كليل، هو في حد يرضى يلبسه؟ لوز مش تسمحي لي انزل بقى انجح لك المقاصد؟ مش هتطول بالك بس لما تيجي ام علي. اسيبك مع ابو علي وانزل. لا 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 لا. إيه؟ انا لازم اكمل لك القيافه بتاعتك. ازاي؟ يعني لازم تعمل كده. ايوه. وكمان كده. وكمان كده. علشان تبقى راجل كومبلي. كومبلي؟ كومبلي ايه يا اخي؟ اعمل معروف وانت فاكرني سينما. والقيافه عايزه كده؟ اوه قيافه ايه؟ ما تعمل معروف تندهلي لام علي. خلينا نيتش. ام علي مين يا جدعان؟ انتوا بتصدقوا ان في حاجه هنا اسمها ام علي؟ يا نهار ابوك انت، انت مش قايل ان في هنا ام علي وقايلها ببقك؟ باي. انا نابليون اللي ضرب هتلر بالسكينه فتح له بطنه وند المطارين وعملها بومبار. انت جايباني عند ام علي ولا جايباني السلخانة؟ بشرتي يا اخي. تقول ايه يا بابا؟ لا يا عشان ممنوع الدخول. لكن انا ليا واحد جوه عايز اخش وراه. تبقى اديله في مواعيد الزياره.
ديرة ايه ده عاقل مش مجنون؟ عاقل يا ست هانم؟ كلهم بيقولوا على نفسهم عاقلين. ابدا والله انا متاكده انه عاقل. ومعايا بنتي كمان تعرف ان انا عاقل مش مجنون، وتعرف المجنون انه كان هيقتلها زي ما كان هيقتلني. الحمد لله يا شيخ اللي ما قتلكش. طيب مش تبعتوا لها بقى علشان تسالوها؟ ضروري هنبعت لها وننده لها ونسالها، واحنا نقدر ما نسالهاش. ايوه وكمان هدلكوا على بيت المجنون الحقيقي. طبعا وهي دي عايزه كلام. وهتعرفوا انكم غلطانين عشان حجزتوني هنا وهتمسكوا انتوا المجنون. طبعا هنمسك المجنون واحنا نقدرش نزعلك ابدا. ايوه فعلا. مش تبعتوا لها بقى عشان تسالوها؟ حاضر، بس لما يجي الدكتور. دكتور؟ هو انت مش الدكتور؟ الله لا يكسبك، كنت تقول من الصبح انا تعبت قلبي. تسمح لي اروح اتكلم في التليفون؟ ايه التليفون؟ ابدا ابدا مش ممكن، اصل التليفون ده ما يوصلش لبره. هو في الدنيا تليفونات ما بتوصلش لبره. اعمل معروف هتاخر الفستان. طول بالك كل شيء هيترتب. اسمع يا راجل، انت تكونش فاكر اني مجنون وبتاخدني كده على قد عقلي؟ مجنون ازاي لا سمح الله، وانت سيد العقلين. هو ده المريض بتاع حضرة الشرفاء؟ ايوه حضرة المعاون. هو حضرتك حضرة المعاون؟ يا سلام عليك، باين عليك ابن حلال جدا. اعمل ما خلصني من هنا ينوبك ثواب، هتاخر هيتخرب بيتي عشان الفستان. حاضر حاضر، بس روق دمك وما تزعلش نفسك. طيب وهتخرجوني وتجيبوا المجنون الحقيقي؟ امال نقدر ما نطلعكش؟ اوه انت راخر، والله العظيم يا حضرة انا عاقل جدا، بس يجيبوا البنت اللي بره. بنت ايه؟ بيقول انه مش المجنون الحقيقي، والبنت اللي تعرف المجنون الحقيقي. واحنا الكلام ده يهمنا في ايه؟ اذا كانت الاوصاف اللي جت في الاشارة هي اوصاف البق الواسع والقميص المخطط بالعرض. والله العظيم ما هو قميص. والبق مش بقك؟ لا يا سيدي، بقي ما اقدرش انكره، بس بالدافع ما هو فيش بق واسع في الدنيا الا بقي. لما ده مش قميصك ايه لبسهولك؟ اسمت السودة. اعمل معروف في بنت بره اندهولها وهي تقول لكم انا لبسته ازاي. روح شوف اذا كان في بنت بره اندهلها. حاضر. روح يا عبد اللطيف اندهل البنت اللي بره. يا ريتني ما ركبت لوزه في العربيه. ايه لوزه؟ هي لوزه تركب في العربيه ولا في الجزمه؟ يا عبد اللطيف تعالى ما تندهش حد. يا سيدي دي مش لوزه من بتاعه الجزم، دي اسمها كده. خليه يروح يشوف اذا كان اسمها لوزه اندهلها. طيب روح يا عبد اللطيف. ما تتعبيش نفسك. اسمك ايه يا شطره؟ لوز. اتفضلي جوه. صدقت لوزة بنت حلال؟ قولي له والنبي، قميص مين ده؟ القميص بتاع المجنون. وايه اللي خلاها يلبسه؟ القميص يا سيدي بتاعه اتكب عليه صينية القهوة اتوسخ، عامل ايه بالزبدة؟ صدقت بقى يا سيدي ان انا عائد؟ ولو برضه ما نقدرش نتصرف. لو كنت عاوز تخرج من هنا هات المجنون الحقيقي اللي بتقولوا عليه. يا نهار اسود لوزة، تعالي والنبي اما اقول مش معروف يا اختي، انت عارفه ان انا ما اقدرش اخرج من هنا، تروح انت تجيب المجنون. يا نايبتي اجيبه زي مبروك، ما شفتش هو ماسك السكين عاوز يقتلني؟ يا ستي يقتلك يقتلك مش مهم، وهو بعد ما يقتلك هاتيه. اروح يا مبروك وامر الى الله.
علي يا علي يا بتاع الزين، علي يا علي يا بتاع الزين. بالصبر حققت أمالي واتبسم الحلم الغالي، ولا كان شيء خطر على بالي إنك صحيح في البيت يا علي، علي 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 يا علي يا بتاع يا بتاع الزين. لو كنت عايز تتهنى في الدنيا اصبر واتمنى، والصبر خلى النار جنة، ويا ريت نعيش بالصبر يا ريت. علي يا علي علي يا علي علي يا علي يا بتاع الزيت، غني يا علي زي ما غنيت. علي يا علي يا بتاع الزيت، علي يا علي يا بتاع يا بتاع الزيت، احبك يا علي يا بتاع الزيت، احبك يا علي يا مين فيهم المريض بتاع حد الشرطة؟ ده حضر الدكتور المريض اللي اتقبض عليه وبيقول انه مش هو، واللي اتقبض عليه غلط، وجابوا التاني وبيقولوا عليه ان هو ده المريض. انت ساكن في حاره الشرفه؟ ابدا والنبي ولا عرفت. امال مسكوك منين؟ مسكوني من هناك، ودي اول مره احط رجلي فيها في حاره الشرفه، وافتكروني المجنون، انما المجنون الحقيقه اهو. انت اللي ساكن في حاره الشرفه؟ ابدا، انا ساكن في المنيره، شارع نوال نمره 22. امال ايه اللي جابك هنا؟ والله الست دي قابلتني وقالت لي انها جايه تزور قريبها ده، وخايفه تخش لوحديها، فدخلت معاها من باب المروق. يا خبر اسود، هو انت عقيل؟ عقيلت ايه يا جدعان؟ هو حد قالك عليا مجنون؟ علي يا علي يا بتاع الزيت، احبك يا علي يا بتاع الزيت، علي يا علي يا بتاع الزيت، انا احبك يا علي. في حد بذمتك يا دكتور عائد يعمل الحركات دي؟ ايه رايك يا اخينا؟ مين فيكم مجنون؟ الله شوف يا دكتور ايه بيعمل ايه؟ الله بص دكتور عمر. وبعدين وياك بقى؟ ده فلسني، ده هتجنني، انا معرفش ازاي بقى عاقل دلوقتي. انا مضطر احجزك يومين ثلاثه اختبار. يا نهار اسود، اختبار مين؟ هو انا فاضي. من عين؟ لا ما مين؟ يا نهار اسود، والله انا عاقل مش مجنون، الحقيني يا لودة. اطلع انا مش مجنون. اتاكدتم ان هو مجنون؟ احنا متاسفين قوي. يعني انا عاقل؟ طبعا. اقدر اروح؟ طبعا طبعا. يا باشا مرجي، سمعت؟ أنا عاقل. أيوة خليك شاهد، أوعى ترجع في كلامك. خلاص أنا عاقل. أيوة خلاص. أيوة استنى امسكه واعملها. أنت بتمسك مين يا جدع أنت؟ على نابليون اللي ضرب هتلر في بطنه نزل له مصاريه. اسمع يا نابليون، عاوز إيه يا أبو ديد الهلال؟ ضربته ليه؟ علشان علي يا علي يا بتاع الزيت، علي يا علي يا بتاع الزيت، احبك يا علي يا بتاع الزيت. الحمد لله يا ملتك كريم يا رب. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. انا مكسوفه والله، اسم مبروك اللي ده كله حصل من تحت راسي. المهم مش اللي حصل، المهم اللي لسه هيحصل. هيحصل لك ايه تاني؟ هترفد من شغلي 200%.
ليه كفل الشر؟ بقى الحكاية يا ستة، أنا بشتغل سكرتير عند واحد غني، وعيد ميلاد بنته الليلة دي وحضرتها شارية فستان من باريس ب 300 جنيه. بكام؟ ب 300 جنيه، وبعتني النهاردة المحطة عشان أستلمه، وشرطين عليا إن ما جيتش قبل الظهر هيخربوا بيتي، والحمد لله اتخرب لأن دلوقتي إحنا بقينا بعد العشاء. تقدر تقولي لي هرجع بيه ازاي دلوقتي؟ بلاش ما ترجعش بيه. واعمل ازاي دلوقتي يا رب؟ يا ساتر، هو قد كده راجل بتشتغل عنده ده كده جديد ما يعذركش؟ اذا كان على الراجل فهو زي السكر. طب خلاص، خايف من ايه بقى؟ خايف من بوز النسناس اللي هو متجوز، عينيها زي المتقام ولسانها زي المنشار وايديها زي الشواكي. يا ساتر يا ساتر. وعندها بنت اخلاقها من اخلاقها تمام، وزمانهم دلوقتي عاملين مؤتمر ازاي يذبحوني وازاي يرفدوني وازاي ياكلوني. اسمع يا سي مبروك. نعم. ما تخافش، اتكل على الله وروح قابلهم، والعمر واحد والرب واحد، بس والنبي وانت ماشي في سكتك تنزلني في السيده نفيس. طب يا لوسه، بس مش تيجي تطمني عليا وبعدين اوصلك مطرح ما انت عاوزه؟ من عينيا يا سي مبروك. ايه مالك يا لوسه؟ عندي صداع جامد قوي. لا بعد الشر عليك ان شاء الله. أنا. ولا بلاش انا، بلاش انا، ان شاء الله الست وبنتها. ادي احنا وصلنا. يا سابل سترك علينا يا رب. هو ده البيت بقى اللي بتشتغل فيه؟ ايوه. عن اذنك خمس دقايق وراجع لك حالا اوديك مطرح ما انت عاوزه، بس خليكي قاعده هنا ما تخافيش، بس وادعي لي ان ربنا ينفذني من ايديك. امين يا رب. يا بركه دعواتك الصالحه يا ماما. انت فين يا سمروك مصطفى؟ الدنيا مقلوبه عليك. عارف عارف. كنت فين لدلوقتي والست الصغير مستنيك ولينا زي الزفت؟ عارف عارف. كده يا سمروك ده سيدي هيتجنن. عارف عارف. انما انا دلوقتي حالا هبيضه زي ما سودته، بس وانا بتخوش عني الست. انت مش هيخلصك من ايدي دلوقتي غير الموت. اعمل فيك ايه؟ اضربك مش كفايه، اخنقك مش كفايه، امال اعمل فيك ايه؟ هنخلصك من ربنا. اعمل ايه يا ست؟ اخلص. خلصت يا فندم، خلصت. بس حضرتك لو تعرفي الحقيقه هتعذريني. مهما كانت الحقيقه هيكون عذرك ايه؟ شافك اوتومبيل؟ لا. كبس على نفسك عزرائيل؟ لا، انما اللي شفته انا لو شفتيه انت لازم شعرك يشيل. ايه الهلوسه دي؟ لازم مفتون، انت لازم يودوك مستشفى المجازين. بس هي دي، انا لسه جاي من هناك دلوقتي يا فندم. ايه، كنت بتتفسح هناك ولا بتزور واحد صاحبي؟ والله يا فندم انا لا كنت بتفسح ولا بزور واحد صاحبي، ده انا خدوني غلط بدل واحد مجنون. وغلط ليه؟ ده عين الصح. هما غلطوا صحيح عشان ما مسكوكش هناك. يا كذاب يا دهلاز يا بتاع الثلاث ورقات. والله يا فندم انا لا دهلاز ولا كذاب ولا بتاع ثلاث ورقات. ولو إيه؟ انت من النهارده مالكش قعد في البيت ابدا. عبد الرحمن. نعم. اتصرف معاه. حاضر. انت صحيح هتتصرف معايا بحق وحقيقي. اسمع، انت هتحكي لي اللي حصل لك بالتفصيل. ايوه. فاذا اقتنعت هعرض المساله على الست وقتها انها تصرف. تعالى بقى. خرب بيتك. فوقي يا ألفت، فوقي. خلاص خرجوا. حلو الفستان يا ماما. جنان. الله. والقش بقى لما تلبسيه كده وتبقي زي القمر. يلا قومي البسي اوامر احسن زمان المعازيم قلقوا علينا. ادي الحكايه يا فندم، من طقطق لسلامه عليكم.
على كل حال انا هتصل بالمستشفى بكره الصبح واشوف اذا كان كلامك ده صحيح ولا لا. شايف يا عبد الرحمن الفستان هينطق على جسمها. مش خساره فيه 300 جنيه. ايوه فعلا يا ست هانم ده في غايه من الكمال. اخرس انت. حاضر يا فندم. محدش خد رايك. حاضر. دور كده وريني الظهر. اوه يا عبد الرحمن مش وقته يا اخي. زمن المعازيم قلوا يلا بينا يا يلا. مع ألف سلامة عقبال كل سنة. أشهد أن لا إله إلا الله. الله لوزة سلامتك. أنت لسه دماغك بتوجعك؟ أكتر من الأول. متهيألي إنها هتتفلق حتتين. طمني عملت أنت إيه قبل فكرة؟ إذا كان عليا أنا الحمد لله جت سليمة بس أنا في دماغك أنت. صدى عمري ما شفته قبل كده. يلا بينا بقى لحسن الوقت تمسي يا سي مبروك. يا نهار أسود عاوزة تمشي وأنت تعبانة بالشكل ده؟ ضروري. ده ما ضروريش، انت تعبانة ولازم تستريح. استريح فين بس؟ في الشارع. لا بعد الشر، السلام لك بتاعي انا تحت امرك. لا يا اخويا، وانا اللي دخلني السلام لك؟ وحياتك يلا بينا لحسن انا تعبان. انا ما اقدرش امشي بيك وانت بالشكل ده. هو انا ما فيش في قلبي رحمة؟ انزلي يا شيخة انزلي. لا انت ما اكلتيش طول النهار، تعالي كلي لك لقمة وخدي لك فنجال كراوية وخدي اسبرينة ونامي لك شوية والصبح باذن الله تكوني قايمة كويسة اخدك اوديك عند ام علي. لا 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 ما يصير. خافي. تخافي من مين؟ مني انا؟ انا زي اخوكي. لا مش منك يا سي مبروك، انت ابن حلال، انا خاف من كلام الناس. يا اختي بلا كلام الناس بلا غيره، اذا كان على كلام الناس حط في بطنك بطيخة صيفي ما حدش من الناس هيشوفي. انزلي انزلي والصباح طبعا. يلا يلا. خدي يا ستي فنجان الكراوية ده، اعدلي بدماغك على بال ما اجيب لك السبرينة علشان تاخديها معاك حالا. ابتداء من اليوم فانا مفعال فرحان. سي مبروك. ايوه. انا يا اخويا ما احبش الحاجات دي، انا قايمه مروحه. الله لوزه انت زعلتي؟ كنت بقول عليك طيب وابن حلال. ايوه. لكن الظاهر عليك واد عفريت وشاطر تنطط في عينيك. يا ستي ان شاء الله تشك في قلبي لا في عينيا شقاوه ولا في قلبي نطنطه، وعلشان تستريحي انت هتنامي في الاوضه دي وانا هنام هنا اهو. ولو تحلف لي اصدقك اشوفك. يا ستي ما تتضايقيش، وعلشان تطمني اتفضلي. يا ماما جيلي ست ناحيتك والوب تفرغي فيا ست رصاصات على طول. وبعدين بقى ما بلاش المسدس ده. ايوه احسن. انا لما بقوم مفزوع من النوم ما بدرش ايه اللي بعمله. ايوه بس ودي المتنايل ده على عينه هنا. بس افهم كويس، انا لو جيت ناحيتك ابقي فرغي فيا الرصاص ترطخ 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 على طول. خلاص ترطخ ترطخ ترطخ. ايوه ترطخ ترطخ ترطخ. تصبح على خير. وانت من اهل الترطخ. تستطيع النوم هادئا ليه؟
إذا تعذر عليك النوم ولم تجد منوما تتعاطى فعليك ببعض التمرينات الآتية. التمرين الأول. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12 9324 9325 9326 62000 803 62000 800 خلاص انا لساني تعب ومش قادر اعد. واسهل الطرق هي ان تتعاطى الاقراص المنومه. يخرب بيتك، طب ما كنت قلت كده من الصبح. طب ما انا عارف، بس بيني وبينها ست رصاصات طرطخ 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 طرطخ. انا واسمتي بقى هخش امر لله. بركه دعواتك الصالحه يا ماما. اللعبة المشهورة تتريس أخيرا هتكون على موبايلك. اتصل من أي محمول على 2372 أو من أي خط أرضي على 09172 وخلي تتريس على موبايلك.
نكمل الفيلم. يلا بينا. مبروك. يا خبر اسود. تعال هنا. حاضر. مين دي اللي معاك؟ دي ما تنط، انا بسالك مين دي اللي معاك؟ ايوه دي 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 دي. انت مش حضرتك قلتي لي علشان اكلم المخدم عشان يجيب خدامه جديده بدل الخدامه اللي خرجت؟ ايوه هي دي. ايوه يا فندم هي دي. تعالى يا شطر. طيب خليها تروح تستلم شغلها هناك. روحي معايا يا بنت. سوي حسنين. مع السلامه. ليه عملت كده يا سي مبروك؟ والله اللي طلع من لساني كده. ومع ذلك خير، انت مش بتقولي انك جايه من اسكندريه عشان تدور على شغل؟ هو ده الشغل. انا عمري ما خدمت في بيوت. يعني الخدمه دي شغله؟ فاكري ازاي اشتغل مع الست دي وانت بتقول عليها شرانيه وعصبيه؟ لا يا اخويا افتح. اخص عليك يا لوزه بقى، برضه لما ربنا يفتح لنا الباب وهنبقى جنب بعض تقولي لي افتح الله؟ ده انت لما تشوف راجل كبير هتلاقيه طيب وامير. لا طيب ولا راضي، ربنا يكفينا شر البيت اللي فيه واحده تخوف بالشكل ده. يلا بينا اذا كنت هتوصلني ام علي ولا امشي انا. اعملي معروف يا لوزه، ربنا يهديكي. مبروك. افندم تعال انا عايزك. حاضر يا فندم. اقعد بالعافيه بقى. يا بنت الحلال ما تبقاش دماغك ناشفه، ده انت هتنبسطي خالص. لا ما اقدرش. وحياتي يعني. ايه في ايه؟ ما فيش حاجه يا فندم، ما دي الخدامه الجديده اللي عينتها الست بدل فتحيه، وبت بت بت ايه؟ وبت بت هاتها وتعالى. حاضر. تعالى يا شباب. اظن بقى ما تقدريش تكسفي الراجل الكبير. امر الله يا سي مبروك. اتفضلي. تعالى تعالى. صباح الخير يا سيدي. صباح الخير. تعالى يا شباب. انت مكسوفه ولا ايه؟ مش بقولك هتقابلي فابريك السكر بحالها؟ الله يحفظك يا مبروك. الله، انا بقول الحقيقه ما بقولش حاجه من عندي والله. اصلي مبروك ده ولا طيب، وانا بعزه زي ابني كمان. الله يخليك. اسمك ايه يا شطر؟ اسمي لوزه يا سيدي. لوزه عاشت الاسامي. قولي لي يا لوزه، الست شافتك؟ ايوه يا فندم شافتها ووافقت عليها وخلاص بقت مصقرة. الحمد لله. يلا كده ورينا طرتك وسوي لي الاوضه. من عينيا يا سيدي. والله تعملي معروف لو سويت الدولاب لانه منكوش شويه. حاضر من عينيا الاثنين. سبحانه وتعالى
سبحانه وتعالى. انت يا بنتي بنت حلال قوي، وانا حاسس انك بقيتي قريبه من قلبي. ده انا والله يا سيدي اللي من اول ما شفت حضرتك وانا قلبي انفتح لك. انا عطلتك عن شغلك، كملي انت توضيب الاوضه. حاضر. يا روزة من دلوقتي تعتبر البيت بيت. خلاص؟ خلاص يا سيدي، خلاص. اتفضل. فاتني في هذا. ايه اللي اتقلب بتحكي دي؟ انت جايه هنا عشان تشتغلي ولا عشان
انت اسمك ايه؟ اسمي لوز. ايه الاسم البلدي ده؟ ايه ده اسم وحش قوي، انت لازم تغيري اسمك. تحبي نسميكي ايه؟ اللي يعجبك يا ستي. في مثلا بندقه، في حندوقه، في شراره. اسامي اهدي، انت بتهزري مع اسيادك يا بنت انت؟ لا والنبي يا ستي ما بهزرش، سموني زي ما يعجب. احنا هنسميكي عزيزه. امرك يا ستي. سيبك هنا ولا خلاص؟ مش عارفه والنبي يا ستي. لا ابدا، انت ما انتش مروح، انت هتتغدى ويانا. ولا خايف لغلبك عشره ثانيه؟ الله، كنت وابدا يا سعاد. احنا لسه تونا داخلين اهو. اهلا استاذ رشدي، الظاهر عليك انك مغلوب قوي النهارده في الطاوله. والله حظه كم من السما النهارده يا سعاد هاني. دش وراه دبش وراه درجي دوسات باره هبيك. الطاوله فاضت فيها ايه بعد كده؟ ما انت دايما بتغلبه يا انكل رشدي، خليه يغلب يوم. ايوه بابا. شايف الفريده يا بابا؟ الله، ده حاجه حلوه قوي ورخيص قوي. حذر ثمنه كام؟ 100 جنيه. 100 جنيه يا عبد الرحمن؟ ليه يا فروه خروف؟ ده ثمنه يا حبيبي 750 جنيه. 750 جنيه؟ في الحقيقه ده يعتبر لقطه. دي ناهد هاني مشاري اخوه الجمعه اللي فاتت ب 1200 جنيه. مبروك يا مدموزيل قلفه. طيب والاسوره دي؟ اما اشوف هتعرف تقدر ثمنها ولا لا. دي علشانك ولا علشان قلفه؟ لا، قلفه اشترينا لها الجمعه اللي فاتت. قول لي ثمنها كام؟ الحقيقه والله انا ما اعرفش في الالماس. تسولها 1000 جنيه؟ لا، اخدتها ب 875. شاطره ولا لا؟ مبروك عليك. ميرسي يا عبد الرحمن، ربنا يخليك ليا يا حبيبي ولا يحرمنيك ابدا منك يا روحي. انا يخليك ليا يا سعاد يا حبيبتي. الله، انت واقفه هنا تعملي ايه يا بنت؟ ولا حاجه يا ست، بس يعني حضرتك ما قلتليش روحي. ثاني مره ما تبقيش تقفي هنا ابدا الا اذا كان لك لزوم، انت فاهمه؟ حاضر. ما هي لسه جديده يا سعاد، ما تعرفش عوايدنا. بكره هتنبسطي منها ان شاء الله. يلا روحي انت، خدي الحاجات دي طلعيها فوق في اوضه ستك. الفت. حاضر. الفت، ابقي اديها يا حبيبتي تستنين ثلاثه من عندك بدل الهدوم المزفته المقرحه اللي عليها دي. اه عبد الرحمن، نسيت اقول لك، انت يا اخي لازم تشوف لك طريقه مع السواق. ماله؟ ما كنت مبسوطه مني يا سيدي. النهارده الصبح جينا نركب العربيه لقيناها كلها تراب وسخت لنا هدومنا. ما كلمتهوش؟ كلمته، لكن لازم انت تكلمه عشان يفهم ان في راجل في البيت. حاضر، بس ما تزعليش نفسك، انا هبعت اجيبه حالا. ما تبعتلوش، لازم انت بنفسك تروح وتفهمه ان انا حاجات زي دي بتضايقني بتزعلني. حاضر، انا رايح له بنفسي حالا. ايه رايك بقى في التوزيعه دي؟ ده شخشيخه تمام. على فكره انت خليك يا وزعي، اصلك وحشاني وحشاني موت من امبارح يا حبيبي. اطلع يا ونطاجي، انت لازم لازمك فلوس. يا سلام، عمرك اطول من عمري، مزنوق وعاوز 500 جنيه حالا. انت ده مالي مزنوق كده يا رشدي؟ ربنا يخليك ليا، انا ليا من غيرك يفك زنقتي يا مرات البنك الاهلي. لا لا لا، الا قول لي الجدع اللي اسمه رشدي ده يقرب للست ايه؟ ده ما يقربش للست، ده صاحب جوز الست. اسمع، هما الجماعه دول فلوس قيمه. فلوس؟ فلوس ايه؟ شايفة الستات نازلين في فلوس الراجل دول بعد اللي ب 800 واللي ب 900 واللي ب 1000، فلوس دي ولا ترمس؟ لا، هما فلوس، انما هنا بيعاملوا الفلوس في البيت ده معاملة الترمس. ان جبت الحق انا صعبان عليها الراجل ده خالص. اسمعي يا لوزة، احنا هنا في البيت شوف ولا نسمع ولا نتكلم. عندك حق. معرفك يا جدعان. اهلا ازيك يا صاروخ؟ ازيك؟ امال فين رشدي؟ موجود، بس اتفضل وانا هندهولك. طب خلاص بقى يا صاروخ، روح اندهل وسختنا الله يعرفك. رشدي ايه يا واد يا صاروخ، مالك مسروع ليه؟ او 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 ولا حاجه، معلم كليجل جاي من اسكندريه وعايز احط لك. طب خليه يخش، هو غريب. يلا روح. اهلا 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 اهلا. ازيك يا ابو جلاجل؟ ازيك يا معلم جليجل؟ ازيك يا دنجل؟ ازيك يا فتيح؟ اهلا. عاش من شافك، فينك يا عم من زمان؟ والله الدنيا تلاقي زي ما انت عارف يا سروشي. اروح انا احجز في الكندا يا معلم. اوام بس تسيب الشنطه. حاضر دنجل. سلام عليكم. سلام عليكم. اهلا اهلا يا سيدي، انا جاي لك في شغلانه انما الزقعه. انا جاتني رساله من الغرب ب 20,000 جنيه. تخش معايا ولا لا؟ خش قوي. ما اخشش ليه؟ مش كله شغل؟ انا جيت بنفسي علشان اعرض له عليه. لكن انت عزيز عليا قوي يا سروجي. من القلب للقلب رسول يا معلم جليجي. استفينا. بكره بقى تحضر 1000 جنيه عربون. من عينيا. عن اذنك بقى عشان مستعجل. الله، والقهوه اللي جايه. معلش. قهوتك مشروبة يا سروجي. مستعجل على فين؟ عشان الحق ميعاد الزيارة في القصر العيني. ليه؟ كفالة الشر؟ هتزور مين؟ كان عندي بنت الشيطان وزها وهربت الجمعة اللي فاتت. يا
قالوا لي انها راحت عند واحده اسمها ابو علي. سالت على ابو علي قالوا لي في القصر العيني. عن اذنك بقى قبل ما يفوتني ميعاد السياره. عزيزه لك يا ست بقى على الحلاوه. حلاوه ايه؟ خلاص لقيتك ست ام علي. والنبي فين؟ في القصر العيني عيان. يا عيني لازم اروح ازورها بقى عشان خاطر العيش والمال. انا مستعد يا ست ازورها من غير لا عيش ولا ملح علشان خاطر عندك انت. كتر خيرك يا سي مبروك، انت هنقدر نروح. الله ده لازم نروح النهارده لان ميعاد الزياره كل يوم جمعه والنهارده الجمعه. طب ما يلا بينا. يلا نورنا. ايه انا ما اقدرش وانا باجي معاك عشان الست راحت البنك وضربت لي تليفون عشان اروح لها. هم اروح لهاش هينشرب منزلي. طب زي بعض اخد اذن انا من كده واروح لوحدي. انا والنبي في منتهى الانقساف اللي هسيبك لوحدك تتوهي. لا نسال ما يتوهش. واللي يتوه ما يسالش. طيب انا لو كنت اعرف طريق ولا شفتها بعيني حتى من يوم ما سبت اسكندريه حداري عنك ليه؟ مالي يعني راحت فين؟ ربنا اللي يعلم. وانت كمان تعلمي. ابدا وحياتي. اخرصي ذاتك البلا. حرام عليك يا مفتري، طول عمرك قاسي ما فيش في قلبك رحمه. قول لي النبي يا اخويا، في واحدة هنا عيانة اسمها أم علي ما تعرفش نايمة فين؟ أنهي إيه؟ أمراض نسا، جراحة، أذن وأنف وحنجرة. مش عارف. طب خش اسألي بالاستعلامات. أنا جدع، الشنطة دي فيها إيه؟ فيها هدومي. وريني. اتفضل شوف. أنا أصلي من اسكندرية مش من هنا. طب يا أم علي دي ملحة نمر خمسة أمراض بطنية. كتر خير. مع السلامة. اسمعي يا شاطرة. نعم. الزيارة ما تدتش عن ربع ساعة. مش هقعد أكتر من كده. الله معلم مش معيتني أجيب وشين بوافة، نزلت ليه؟ اطلع لقاحهم لقى وحصلني على الباب. سلامتك يا خالتي ام علي، الف سلامة. ايه اللي عمل فيكي كده؟ ربنا يا بنتي، ما هو ده اخرة الليل يعصى ربنا. انا خلاص رايحة اموت يا لوزة، وعايزة اعمل حسنة في حياتي علشان اقابل بيها ربنا. حطي ايدي تحت المخدة تلاقي صور. افتحي تلاقي علبة صفيحة فيها صورة صغيرة. شوفيها. دي صورة واحدة فين؟ فاكرة الصورة دي يا بنتي؟ لا مش فاكرة. صورة مين دي؟ دي صورة أمك. قولي انا. ايوه وكانت في صدرك من 17 سنة وانا كنت. هلا نمرة خمسة. عايز مين فيه؟ واحدة اسمها أم علي. أم علي؟ تعيش أنت، ماتت دلوقتي بس. يا خبر، لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت فين؟ ألحق كلم الست ده بيسأل عليك من الصبح وكله طالع والشباب بيتدت من هنا. الحمد لله على السلامة
يا ست هانم، كنت فين حضرتك؟ كنت بزور واحدة قريبتي عيانة في القصر. وازاي تخرجي من غير إذن؟ أنا خدت إذن من سيدي. سيدك ده إيه؟ هنا مفيش حاجة اسمها سيدك، الإذن مني أنا، أنا اللي بتصرف في البيت بكل حاجة، أنت فاهمة؟ إيه يا هانم؟ في إيه؟ تعال هنا يا سي عبد الرحمن، أنت من إمتى بتدي إذن للخدامين بالخروج؟ ما هو أنت ما كنتيش موجودة هنا. ولو شؤون الخدامين من اختصاص الست مش من اختصاص الراجل، قال على رأي المثل، ليه بيقط العبيط فار؟ مفيش لا قط ولا فار يا سعاد. لا، في كل حاجة، أنت مرة تانية ما بتدخلش في شؤون الخدامين خالص، فاهم؟ حاضر، بس أنت روقي دمك ولا تزعليش نفسك. وإيه اللي في إيدك ده؟ ده قميص زراره مقطوع. مقطوع مقطوع، البس غيره، عندك في الدولاب 100 قميص. ما هو مانيش لاقي غيره. الظاهر ان القمصان كلها في الغسيل ولا في المكوى، مانيش عارف. الله، طب وعاوزني اعمل لك ايه؟ اصلحه لك اظن. لا ابدا، بس ما بسش، عاوزني اسيب اللي بايدي عشان اصلح لك القميص. لا ابدا، ما تزعجيش نفسك، انا هتصرف، وضروري هلاقي قميص تاني. يلا يا بنت، انت قليلة الادب على اوضتك، وبيعمليها مره تانية عشان اديكي بالصرمة على دماغك. لو كنت تشكي في لسان انت اللي عامل زي المقرة. ايه؟ اديني يا سيدي القميص انا ركب له الزرار. كتر خيرك يا بنت. الله يرحم ايامك يا وفاء، كنت فعلا مثال الوفيش، بتخليني ناقص حاجة ابدا. انا في علة في قلبي وحطأ، تسمح لي اطأ؟ من جهة ايه يا مبروك؟ من جهة الست هانم اللي حضرتك اديتها السلطة على انها تعلي صوتها عليك وتشخط فيك قدام الناس وبالعربي بتشتمك. معلش معلش، حاكم هي عصبية شوية، ويمكن يا مبروك تكون متضايقة من حاجة. متضايقة متضايقة؟ هو أنا عمري شفتها إلا متضايقة؟ بص وطي حسك. ما بوطيش بقى، هي مش كفاية إنها تستعبدنا؟ طب افرض إن إحنا قابلنا بأخلاقها دي، حضرتك تقبل ليه؟ إيه اللي يغصبك؟ بس يا مبروك. طب والبنية الغلبانة دي اللي عمالة تسقيها المر بالجردل، ذنبها إيه؟ وتستحمل ليه غير علشان طيبتك أنت؟ يا جدع وطي صوتك، أنت مش ناوي تجيبها لبر؟ شوف مين؟ شوف مين؟ بر إيه وبحر إيه؟ طب انت بتستحملها علشان بتحبها، تقدر تقول لحضرتك ذنب الناس التانيين ايه؟ ايه؟ والله ايه؟ اتفضل يا سيدي القميص علشان الست ما تقعدش تشبط حضرتك قدام الناس. صدقت بقى يا سيدي كلامي وان الناس كلها ليها عينين؟ والله إيه، انتوا معاكوا حق في كل اللي بتقولوه، انما الواحد لازم ياخد الست بتاعته بالسياسه واللطف. انت عاوز الحق يا سيدي؟ الست مننا عاوز الراجل يشكمها ويحكمها، علشان اذا كانش الراجل اقوى منها تقوى هي عليه. تقدر تقول لحضرتك ليه ما تركب لكش زرار وتغسل لك هدومك بايديها؟ كل الستات الكويسين بيعملوا كده في بيت. والله يا بنتي الناس طبعها يختلف. زمان لما كانت مرات الاولانيه لسه عايشه كانت فاهمه واجباتها وما كانتش تخليني احتاج حاجه ابدا. اما الست سعاد ولو انها بتحبني حب عباده الا ان ظروفها ما تسمح لهاش انها تشوف الحاجات الصغيره اللي زي دي. صغيره ولا كبيره، هي ما بتشوفش غير مزاجها بس. هي مين دي اللي بتشوف مزاجها؟ ما تتكلموا، ما تنطقوا، ما تقول لها يا عزيزه. عال قوي عال خالص، واقف حضرتك تتسير مع الجوز الهلافيت دول وعاملهم اصحابك، هم دول بني ادمين؟ يا ست هانم كلنا بني ادمين ولاد ناس برضه. اخرجي منك، عايزه تعملي راسك براسي؟ انت ناسيه نفسك انك خدامه وحقيره كمان؟ يا ست هانم خلاص، زمن العبودية انتهى. صحيح انا خدامة وحضرتك ست، لكن كل حاجة ليها حدود. انت بتقولي ايه يا بنت؟ بقول ان ربنا خلقنا كلنا احرار مش عبيد. اخبار فيك مش هتزعل بره بره. حرام عليك يا ست هانم، هي كانت عملت ايه؟ انت بره بره بره. كويس كده، مبسوط حضرتك؟ انا دي اخر دلعك فيهم. لا يا سعاد، المسألة ما تجيش بالضرب، يعني كويس لو واحد منهم في حالة زي دي يصور ويغلط في حقك ويمد ايده عليك. هو مين ده اللي يقدر يمد ايده عليا؟ ده انا اقتله اذبحه واضربه بالرصاص. لا يا سعاد، زمان الطغيان والاستبداد انتهى خلاص، انت غلطانة غلطانة غلطانة. ايه؟ وبتدافع عنهم كمان يا سي عبد الرحمن؟ والله عالم بطلوا ده واسمعوا ده، من امتى
بتعلي صوتك عليا وبتكلمني بالشكل ده؟ عبد الرحمن فتح عينك كويس احسن بعدين ما يحصل لكش. طيب سعاد ارجوك كفايه ما تسرنيش، انا كمان انا ما اسمحلكيش تكلميني باللهجات ده كده. والله عاد ما احنا صحيح بينا في اخر زمن. عارفه يا الود انت لو خرجت من البيت ده مش هقدر اقعد فيه بعد كده. ما اقدرش اقعد يا سي مبروك بعد اللي حصل. انا حكيت لك وقلت لك اني اتجرأت من غير ابن ابويا اللي كنت بخاف منه زي الموت عشان مد ايده عليا. يا ستي ان شاء الله تنقطع ايدها اللي اتمدت عليك. عارفه يا لوزه انت لو خرجت من البيت ده انا هخرج معاك ورزقي ورزقك على الله. لا انت خارج ولا هي خارجه. البيت هنا بيتكم ولازم تستنوا فيه. الله يخليك. انت عارفه قد ايه يا عزيزه انا بحبك، والضرب اللي ضربته لك سعاد كانه كان نازل على وشي انا. لا بعد الشر. العفو يا سيدي، انما اعذرني انا لازم امشي. لا مش هتمشي، وانا هنا اللي يحميك. انا فهمتها انها غلطان، انا جاي بنفسي اعتذر لي. حقك عليا يا يا خبر ده انت رجليك اللي تنباس، عدد الخطاوي اللي خططها لحد هنا. انا مش عارفه اودي جمايلك فين يا سيدي. استغفر الله يا بنتي استغفر الله. الو مين يا فندم؟ اهلا وسهلا. ايوه موجود يا فندم. حاضر هوصل لها التليفون. مين يا عزيزه؟ الست ألفت عايزه حضرتك في التليفون. طيب روح انت. الو ألفت. طيب يا حبيبتي انا متاكده يا رشدي البنت شافتنا. لا يا شيخه تفتكري؟ بقولك متاكده، ومعنى كده وجودها هنا في البيت يبقى خطر علينا. ما تطرديها، ايه اللي يخليك تقعديها؟ هو انا عايز اقعدها؟ ده انا ضهقانه منها خالص. لكن اعمل ايه في سي عبد الرحمن؟ هو من امتى عبد الرحمن له كلمه ولا من امتى بيخالف لك راي؟ ده صفر على الشمال. لا يا سيدي بقى صفر على اليمين دلوقتي. اصلك ما دريتش باللي حصل كده كده. ايه هو؟ دلوقتي بقى يزعق فيا ويعلي صوته وشويه شويه هيضربني. يا سلام. من ساعة ما شرفت حضرتها عندنا انا مش فاهمة يا اخي. ايه بيظهر انها بتسحر له ولا بتسلطه ولا بتودود له؟ مش فاهمة ايه الحكاية. غريبة قوي. عبد الرحمن الطيشة يعمل كده؟ ايوه يا سيدي، كل ما اكلمها يدافع عنها، عايز يعمل راسها براسه. اسمعي يا سعاد، احسن طريقة تخلصك من البنت دي وتريحك منها تزحيها من سكتك خالص. لبسيها تهمة ولازم تلبسيها لها الليلة ودلوقتي حالا، عشان تقطعي عليها خط الرجعة قبل لسانها ما يفلت بكلمة كده ولا كده. والله فكرة. أنا خارج دلوقتي قبل عبد الرحمن ما يرجع. شفت بعينيك؟ شفت. صدقت كلامي؟ صدقت. إيه رأيك بقى دلوقتي إحنا مش طراطير في البيت؟ بس من فضلك أنا الطرطور الأكبر، لأن بقالي هنا 5 سنين ولا شفتش الحكاية دي. ومش حرام علينا نشوف كل الحاجات دي بعينينا ولا نقولش للراجل الطيب المغشوش ده؟ لازم نقول له، مش هتنقل من هنا لما أقول له. وطي صوتك ما تزعقش. وأنا بزعق. روحوا قولي له بقى. روح قول له انت. ايوه بس انت اللي شفت بعينيك. وانت شفت بعينيك. ما انت شفت الاول. وانت اللي شفت الاخر. اول ولا اخر؟ مش انت اللي اتحمقت وقلتي لي علشان نروح نقول له؟ انا قلت كده عشان ما حدش يشوف الحياه دي بعينينا ونسكت. ايوه فعلا، هو يا عيني راجل غلبان ولا هو داري ولا هو شايف. روحوا قولي له بقى. روح قول له انت. وش معنى انا؟ انت حاجة. وانت ست، وانا عمري ما شفت ست جبانه بالشكل ده. عزيزه عزيزه. افندم يا ستي تعالي هنا. الاسوره بتاعتي لما نزلت سبتها فوق التواليت، راحت فين؟ ما شفتهاش والنبي يا ستي. ما شفتهاش ازاي؟ انت اللي سويتي الاوضه. سويت لكن ما شفتهاش والنبي يا ستي. بقى اسمعي يا بنت، انت يا مجرمه، الاسوره دي انت اللي سرقتيها، وما كانتش الاسوره هتظهر دلوقتي حالا انا هرميكي في السجن. انا يا ستي مش حراميه عشان ترميني في السجن. شوف انت ضيعتيها. اخرتي ما تعليش صوتك عليا يا ابيحه يا قليله الادب يا مجرمه يا حقيره. ايه هو الافتراء ده؟ ما تضربنيش، انا ما عملتش حاجه عشان الضرب ولا انا دي كلها. انا هقول لسيدي. سيدك ده انا فتحت خوفيني بيه. طيب خدي. ايه ده؟ ايه ده يا سعاد؟ مش كده دي زياده بقى؟ اتموت البنت. البنت دي ما تقعدش عندي ابدا ابدا ابدا. ليه بس فهميني عملت ايه؟ سرقت الاسوره بتاعتي وقلت ادبها وشتمتني ودت ايدها عليا كمان. السفله المنحطه دي ده حرام، الظلم ده حرام حرام حرام. مش عرفك ان هي اللي سرقتها يا سعاد؟ البيت ما هو مليان خدامين من حد.
حد تاني خدها. مفيش غيرها، مفيش غيرها، هي اللي سرقت الاسوره بتاعتي. مفيش فايده، البنت دي لازم تبات الليله في السجن. من يوم ما دخلت عندنا البنت دي وانا كل يوم حاجات تنسرق مني اشكال والوان وسكته مش قادر اتكلم. مفيش فايده، البنت دي لازم تبات في السجن الليله وتسلمها للبوليس. بوليس ايه؟ انا ما اقبلش ابدا اتهامات من غير اساس. البنت دي من احسن البنات اللي اشتغلوا عندهم. ايه يعني ايه؟ تسمعني وعايز تطربق الحكايه؟ انت هتسلمها للبوليس ولا لا؟ مش هسلمها، لان ضميري ما يسمحليش اصدم بنت مسكينه زي دي. مدام كده انا بنفسي هكلم البوليس. تعالي هنا، انت مش هتكلمي حد، انا امنعك. اي اي دراعي ست دراعي، عايز تموتني عشان حته خدامه زي دي؟ طب والله العظيم انا قاعده لك في البيت. اتفضلي اعملي اللي عاوزه تعمليه، الباب مش مقفول بالمفتاح. تعالي يا بنتي. ينصر دينك، هو انت دلوقتي عجبتني. مامي مامي في ايه يا مامي؟ حصل ايه؟ انتصرت عليا الخدامه لها الفوته دي. ابدا مش ممكن تنتصر علينا، احنا لازم نلفق لها تهمه ونرميها في السجن. حاولت يا ألفت ما امكنش، اتهمتها بسرقه الاسوره والنتيجه زي ما شفتي. يبقى بقى لازم نتهمها بسرقه حاجه من بتوعه هو، بس لازم تتوضب كويس علشان تخش على الجنه. يا عزيزة مبسوطة دلوقتي من معاملة الست؟ الحقيقة يا سيدي الست اتغيرت خالص وتعبت. عال عال، أهنا دلوقتي مبسوط، وما دام الأمور اتصلحت احنا عاوزين ايه أكتر من كده؟ ده كله بفضلك يا سيدي. علبة السجاير الذهب بتاعتي كانت هنا، ما شفتهاش يا عزيزة؟ لا وحياتك يا سيدي ما شفتها. يمكن تكون الست عانتها من حاجة سعيدة. مع ألف سلامة. عايز اعرف الحقيقه. جيب منه القلم. خلاص يا بنت ما تحلفيش بشرف سيرك بالكد. قال على راي المثل سكت نار ودخل بحر. انا مش عاوز قله حياه ابدا. ما هي دي تهمه تخلي الواحد عقله يطير. تهمه ايه؟ هو في حاجه راحت منكم؟ ايه ياما حاجات راحت مني ومن ألفت ومن عبد الرحمن نفسه، وكل مره كنا نقول له ان هي اللي سرقاهم ما كانش عايز يصدق ابدا، وكان تملي دافع عنها. طيب مش يمكن تكون مظلومه؟ مظلومه ايه يا استاذ رشدي؟ اللي يكون عندها الجرأه انها تبجح فينا بالشكل ده، ما تستبعدش عنها ابدا اي حاجه. بس يعني مفيش تهمه تثبت من غير دليل. انا اشوف عشان خاطر نريح ضميرنا قدام ربنا، نفتش اوضتها. اتفضلوا فتشوها، واذا لقيتوا فيها حاجه بقطعوني حتت. ده كلام مظبوط. وحياة غلاوتك عني ما اعرف عنهم حاجه ابدا. اما صحيح اللي اختشوا ماتوا،
العفاريت اللي جابتهم هنا ولا بقالهم رجلين وجم استخبوا في وسط الهدوم ايه؟ اما بنت حينه صحيح، ده انت مش مخليه حاجه، شربات تاخدي، بلوزات تاخدي، ايه؟ ما بتشبعيش؟ والنبي يا ست انا مظلومه. ما تحلفيش بالنبي، السيره الطاهره دي ما يصحش تيجي على لسان واحده زيك. مظلومه يا سيدي مظلومه. اخرسي، مظلومه ايه بعد اللي شفناه بعينينا؟ انا كنت فاهمك حمامه وديعه، ده بيك تعبان مليان سم حلال فيه القد. تقتلني يا سيدي ولا تفهمنيش التهمه دي، انا بريئه ما توحيش اكتر من كده يا مجرمه، انا صبري لحدود لحسن بعدين اخدوك واخلص الدنيا من شرك. عبد الرحمن ما تفوضش دمك عشان بنت مجرمه زي دي، احنا نطردها ومنها لله. لا مش كفايه عليها الطرد، انا لازم ابلغ البوليس ولازم تترمي في السجن وتاخد جزاها. ايوه معاك حق. روح يا رشدي كلم البوليس. اعملي معروف انت يا ستي، خليكي في صفي، ربنا يستر عرضك. اللي زيك انت ما يستاهلش الرحمه ابدا، انت لازم يفوكي بالنار، لازم ياخدوا لحمك ويقطعوه حتت ويرموه للكلاب. يا حينه يا عديمه الشرف. شرف؟ وبتتكلمي كمان عن الشرف؟ طيب انا هقول بقى، هي لازم مؤتمر الحكايه دي عشان ظبطها هي وصراخ بيفوتوا بعض. اخرسي قطع لسانك، تتجرأي على شرف اسيادك اللي انوك في بيتهم يا سفله يا منحطه. شوف يا اخويا البيت، عشان عارفه نفسها انها رايحه في داهيه، عايزه تخرب البيت قبل ما تمشي. طبعا المخوزه يشتم السلطان، صحيح بنت قلبت الادب بجحا. انا مش حاضر عليهم، انا بس هقول يا رب يا رب انت قادر على كل ظالم يا رب. تعالي هنا يا بنت. نعم. اسمك ايه؟ لوز. ابوك اسمه ايه؟ جليجل المدق. من اي بلد؟ اسكندريه. احضر حالا بنتك، موجوده وكانت تعمل خادمة عند عبد الرحمن شكري، ومن الآن النيابة هي اللي هتتصرف أمرها. يلا يا عسكري. فضل. انت يا ابو لوزة؟ ايوه يا فندم. مستعد تستلمها وتدفع الخمسين جنيه كفالة؟ مستعد يا فندم. احنا هنسلمها لك بس تكون تحت مسؤوليتك. حاضر يا فندم. نطلبها في اي وقت. حاضر. اعمل له اجراءات التسليم. خش. كنت فاكر انك نفدت من ايدي ها؟ ده انا جليجل، فاهمه؟ فاهمه اني هربت وكان ربنا تاب عليا منك، لكن حظي المهب بوقعني تاني في ايدك، عاوز تعمل فيا ايه؟ عايز اوريك اخره اللعب بالنار. النار هي اللي انت بتلعب بيها واللي كان ربنا خلصني منها. اخلصي اخلصي، اوعي تتكلمي. مسكينه والله البنت دي. مسكينة خالص. ما كنتش تعرف قد ايه كنت بحبها وبعتبرها زي بنتي، ولكن يا خسارة خيبت املي. انت عاوز الحقيقة؟ انا مش مصدق ابدا انها تعمل حاجة زي دي. والله كنت اتمنى ان التهمة دي تكون كد ولا اشوفش الدليل بعليا، لكن اعمل ايه بعد اللي شفته؟ انا بيتهيألي ان المسألة فيها سر. أيوة سر. روح يا مبروك قول للسواق يحطها العربية. سر. Thank you.
لك سؤال. انا مش كنت قلت لك تلغي الحفله دي؟ الله، وليه بس؟ ايه السبب؟ ما في سبب. انا خلاص عرفت من الحفلات ومش عاوز حاجات سيدي بعد كده في بيتي. الحفله دي لازم تتلغي حالا. دي رغبتي ورغبتي لازم تتنفذ. جرى لك ايه يا عبد الرحمن؟ ازاي تكلمني بالشكل ده؟ في ايه يا طن سعاد مالك؟ حضرته طالع لي في موضه جديده النهارده، قال ايه مش عايز حفلات، بساله ايه السبب يقول لي انا عرفت بالحفلات، ده انا اللي زهقت وقرفت من العيشه دي. اما مالكش حق ابدا يا عم، خليت ايه للناس الراجعين؟ انا مش فاهم بتتهموا الواحد ليه؟ اللي عاوز يدافع عن الدين والشرف بانه راجعي. معنى كده انك كنت طول عمرك مغطرش على الدين والشرف والاخلاق. ايوه مع الاسف. كنت مندفع زي الأعمى في الطيار الفاسد، الطيار اللي إذا استمرينا فيه هيقودنا كلنا للدمار. وده ليه؟ لأن عندنا فلوس زيادة عن حاجتنا مش عارفين نضيعها فين. نقوم نبعزقها في الحفلات والخمر والبستان أبو 2000 جنيه والبروش أبو 2000 جنيه، ونسيين إن فيه ناس كتير محتاجين مش لاقيين القرش إلا بطلوع الروح. لكن الحمد لله اللي ظهر لنا المنقذ وطلع قانون تحديد الملكية علشان كل واحد يعرف حدود نفسه وعلشان نحمي نفسنا من سوء تصرفنا. ده بذمتك بعد ما كنت عايش ب2000 فدان هتقدر تعيش ب200؟ وليه لا؟ ليه معيش؟ دول كفاية وزيادة. غايب بهناك ان من هنا ورايح اعمل حسابي مصرفش كل قرش الا في محله. ماله البستان ابو 5 جنيه؟ فهموني. ومئات الجنيهات اللي بنصرفها في الخمره والسم الهاري ليه ما نوفرهاش للناس اللي هم اولى بيها مننا؟ فهموني. لامتى هنعيش بالجهل والضلال؟ والمحاضره دي هتخلص امتى باذن الله؟ طبعا مش عاجباك المحاضره دي لانها تجرح مزاجك الرقيق. ليمها وحياه ابوك بلاش نقوره، الهليله اللي انت عاملها لي دي كلها عشان تجرحني قدام الناس وتسود وشي. ما يهمنيش سواد وشك قد ما تهمني سمعتي وكرامة بيتي. من امتى يا عبد الرحمن؟ من الليلة. ومن الليلة هعرف ازاي احكمك. حضرتك بتتحداني؟ طب والله العظيم مالي عدلك في الليلة؟ اتفضلي، الباب مفتوح يفوت الجمل. اتفضلوا حضراتكم من غير مطرود. ماليش عاوز مسخرة في بيتي. يلا برا برا كلكم كلكم برا. انا مش قادر افهم ايه سبب الثورة دي كلها. افتكر يا رشدي ابتدى يشك في علاقتنا من يوم البت عزيزه ما نبهته. ده خلاص بقى خطر عليا وعليك. طب وايه اللي خلينا نستنى عليه؟ وايه طلباتك؟ كل اللي مطلوب منك انك تخلصنا منه. ايوه بس لازم اعرف هو بيقعد فين، مزاجه ايه، علشان نعرف نصطاده. هو مش غاوي حاجه في الدنيا ومزاجه فيها الا الخيل. الخيل؟ بس يعني دي هتفيدنا بايه دي؟ عايزين تشوف طريقه تخلص عليه بيها من غير ما يكون فيها جريمة قتل. ما هي دي الشطارة؟ أو كده. إنما الطريقة هي حط لها أخرى. بس يا حلو. لقيت إيه؟ أقول لك إيه؟ أما حتة اسمع عنه. أنا هتقدم له على إن أنا تاجر خيل. وعندي خيل عربي اصيله مستعد ابيعها بثمن مباح بحاوي. وبعدين؟ وبعدين اروح واخده على عين شمس. انت لك اصحاب هناك؟ اصحاب كتير. ثم انا عارف ان في فرح هناك، وانت عارف بقى في الافراح يكتر ضرب النار في الهوا. كويس كويس، تقريبا فهمت. هتعزمه الليله يتفرج، وهو طبعا راجل هلهلي وضروري هيقبل. واروح قاعد جنبه وافرفشه واضحكه، ودنجل اللي انشانه ما يخيبش ابدا انه يروح داخل في الفرح، ويجامل اللي بيجامله بضرب الرصاص، ويروح نش رصاصه يجيب خبره، وتروح في الزحمه. يا جهنم يا ابو الافكار الرايقه، ما انا قلت ما يجيبها الا ابو الجناجل. بس احنا لسه ما اتفقناش. كل اللي انت عايزه هتاخده. اظهر ما فهمتش طلباتي كلها. رقبت سداده يا ابو الجناجل. الفلوس اللي هتاخدها انا ليا فيها التلت. ازاي؟ كتيره جدا. لا مش كتير ابدا. شرعا انا ليا فيها التلت. ازاي؟ زي ما بقول لك. انت ما تعرفش الوزر تبقى مين؟ لا مين يعني؟ لا يا شيخ. بشرفك عني. حتى اسال الست سعاد، مش ممكن تكون ناسي. على كل حال مش وقت سؤال وجواب، الليله الفرح. العموم انت حر، نشوف لك طريقه تانية يا باشا. لا لا، دي احسن طريقه. شد حيلك ويلا ننفذها. ما
اصل طلباتي كلها لازم تتنافي. خلاص تمام كده استنينا، وانا هسبقك الليله على هناك عشان اول ما تيجي امشي لك الحكايه وكاني لا اعرفك ولا تعرفني. حلو، بس المهم عندي دلوقتي اراقب لوزه لحسن تفلت كده ولا كده. اطمن ولا يهمك، انا هخلي الواد زلطه يراقبها وده ما تخرش الميه من تحت ايده. واد زلطه. ايوه تعالى معايا. لما اقول لك اتفضل يا معلم جليك. صاروخ صاروخ، عم قلت انت كنت عايز مني ايه؟ Thank you.
كده تسببت في موتي. عملتها ها؟ تستاهل، جايب لي حمار ما يعرفش ينشن. انت شمتها فيا ها؟ ابويا ابويا ابويا. مش ابوكي، انا مش ابوكي يا لولا، ابوكي الحقيقي. انا بنتك، بنتك سلوى، انا خطفتها من 17 سنه وكلمتك في التليفون وقلت لك يا تدفع الديه يا تلا. سلوى بنتي بنتي. انتهيت، لازم اكفر عن حياتي اللي كلها غلط، لازم اقول على كل حاجه. اخلص كل حاجه واخلص. اخلص ابنك حته من قلبي. اسكت يا عبد الرحمن، يا عبد الرحمن اسمعني يا عبد الرحمن. عبد الرحمن، عبد الرحمن، مراتك هي ورجلي هم اللي هنا علشان اقتلك، علشان يخلصوا منك. هادي اللي وقع على كل حاجة. عبد الرحمن سامحني يا عبد الرحمن، انا في ضمير وربنا تغير بنتي. تعال يا مبروك. انت بتعيط ليه؟ دكام وراحوا في ده، وانت ولقيت بنت، وانا اطلع من المولد بلا حمص، وانا ايش جابني لبنتك؟ ازاي الكلام ده يا مبروك؟ ده الحمص. مبروك. نعم مبروك. الله.